بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل على بركة الله وحفظه. تعلن انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقات هذا الموسم المميز الذي يحمل دائما وأبدا امتيازه ويحمل إشارة رقم واحد. أيها الإخوة، نحن نسير معاكم ومع انطلاقة شوطنا السابع الذي خصص للأبكار أبناء القبائل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. عود إلى مقدمة الشوط سهني سعيد بن محمد بن قضيب. النقلة على المركز الثاني اللي في المركز الثاني شعار الغويس، هناك في ثاني المراكز حشيمة غيرت ولا حشمة غيرت، خذت المركز الثاني محمد بن راشد بن قحيد. انتقل وياكم الى عذر، تأتي في ثالث المراكز حميد بن راشد الغويس. النقلة على مشغلة تأتي في المركز الرابع وسالم بن بخيت الشبيئن، بينما المركز الخامس شهنية علي بن عبد الله بن علي بن واس، بينما النقلة على المركز سات اللي في المركز سات القاهرة ومحمد بن راشد بن قحيد. سابع المراكز الطيارة علي بن سعيد بن لومية المركز الثامن، المركز الثامن تتواجد ضبي في ثامن المراكز ولا سراب حمد بن راشد بن نايع، بينما المركز التاسع هناك حضور محمد بن خليفة بن قحيد، وفي المركز العاشر والأخير مشغلة تتواجد وسيف بن يمع الغويس. ها هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة للعشرة المراكز التي خصصت من قبل اللجنة العليا المنظمة. وبصير مع المقدمة، بصير مع المركز الأول، بعود والعود وأحمد إلى مقدمة الشوط. والشاهنية هي من تسيطر على المركز الأول سيطرة جميلة، وسعيد بن محمد بن قضيب النقلة على المركز الثاني حشمة 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 في موقع الحشمة، والله في مركز الحشمة محمد بن راشد بن قحيد. انتقل وياكم إلى مشغلة تأتي ولا مشعلة تأتي في ثالث مراكز سالم بن بخيت السبي غير خلت المركز الأول. المركز الرابع هناك الكاهر القاهرة ومحمد بن راشد بن قحيد. المركز الخامس تتواجد طيارة وعلي بن سعيد بن لومية. ها هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة. نحن نسير أيها الإخوة إلى مقدمة الشوط، ومشعل بتشعل زمام الركض نار حتى هذه اللحظة، مشعل زمام الأمور. وسالم بن بخيت الاجتبي هو من يسيطر سيطرة جميلة على مقدمة الشوط وسيطرة حساسة. انتقل إلى حشمة في المركز الثاني ومحمد بن راشد بن قحيد. وصلت 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 هنا مشغلة تأتي في ثالث المراكز مشعلة وسيف بن يمع الغويس. هالمتين المتر الأخير الميتين المتر الأخيرة غيرت حشمة، غيرت حشمة، تبغي المركز الأول، تبغي المركز الأول، إنما مشعل مسيطرة، مشعل وحشمة في موقع جميل، موقع حساس الغاية. اللحظات الأخيرة، تهانينا بقول والناموس لسالم بن بخيت الحميدي بنسبة فوز المركز الأول. المركز الثاني محمد بن راشد بن قحيد، المركز الثالث للسيد سيف بن يمع الغويص، المركز الرابع محمد بن خليفة بن قحيد، المركز الخامس محمد بن خليفة بن قحيد، المركز السادس على ما اظن للسيد علي بن سعيد بن لومي. هاي النتيجة أيها الأخوة. التوقيت الزمني 3:05 43 زمن الثاني. تهانينا والناموس بالحقيقة للسيد سالم بن بخيت الحميدي. هنا الأعزاء حضورنا الكريم، هاي الاستعدادات لانطلاقة شوطنا الثامن، والشوط الثامن يحمل اسم الجعدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا بأرضية هذا الميدان ضحضاح، صاحبي أفضل توقيت حتى هذه اللحظة. وتعود ملكية السعيد بن محمد وإبراهيم، وتنحدر سلالة ضحضاح شاهين بعير بالشر والأم سودانية. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. دقيقتين 56 ثانية و53 جذر الثانية. تهانينا والناموس لأبناء الخوانيج كافة وين ما يسكن سعيد بن محمد بإبراهيم. أيها الإخوة، استعدادات، وسوف ينطلق شوط يحمل مفاجآت، سوف ينطلق شوط يحمل أمال مالكين ومضمنين. ونتمنى دائما وأبدا التوفيق والناموس. بعد لحظات سوف أعود وياكم لكي أوافيكم بما يحدث بمجريات كوكب شوطنا الثامن.